تعالوا شوفوا اللي بعده، اللي معايا رز اخضر. ليه سميته اخضر يا مغازي؟ تعالوا نشوفوا ايه مقاديره وايه الطريقه اللي هنعملها بيه. خلوا بالكم ما زال معايا شوربه اهي، فيها راس السمكه وديل السمكه وشويه كرفس، محتفظ بيهم على جنب اهو اهو. ممكن ازودهم شويه ميه علشان كميه الرز هنا عايزه شويه ميه زياده وانا شغال اهو. ميه سخنه بتنزل على ميه سخنه. حلو الكلام. مقادير الرز الاخضر على الشاشه. رز مصري وبيتكلم مصري، معانا كزبره، بقدونس، شبت، كرفس، بصل، ثوم. بهاراتنا ملح وفلفل وكمون وكزبره. الله عليك، ملح وفلفل وكمون وكزبره. تعالوا نعمله مع بعض ونسيبه على النار كده ويقول لك اتقل على الرز لما يستوي. حلو الكلام. اول حاجه هنستخدم الماده الدهنيه بتاعتنا، شويه زيت زيتون في حله درجه حرارتها عاليه جدا. ننزل بالخضره كلها مع البصل والثوم. حلو. الله. دي بقدونس متقطع، شويه شبت صغيرين، عينيه، كرفس متقطع، كل ده مع بعضه. هنقلب ده يا عم الشيف. ده الخضره موجوده في ارضيه الحله مخرجنا الجميل. نقلب كل دول مع بعض. الله على الخضار، الله على الخضار والجمال. زيت الزيتون بيجمع ما بين خمس حاجات: بصل، ثوم، كرفس، كزبره، شبت. الله على الريحه الحلوه. نبدا نحط البهارات بتاعتنا، ملح وفلفل وكمون. نعمين يا باشا، ده هو الخضار بتاعها يا غالي، خضار ده هو خضار. الله عليك. الله على الريحه الحلوه. كمون وكزبره. الكمون والكزبره على فكره مع الرز المصري بيدوله شخصيه. خاصه لو رز يكون رز صيادية. حلو قوي. تمام. عندنا الرز بتاعنا بنسقطه على الخضره دي كده علشان يتفلفل معاها. هو ده. ونقلب كده. واحنا بنقلب بقى ايه اللي بيحصل هنا؟ الرز اتغسل قبل كده، وبعد ما اتغسل صفناه وسبناه. اوعى في حياتك تغسل الرز وتسيبيه في الميه يتنيع، هيعجن منك، هيفقد نسبه كبيره من النشويات بتاعته والكربوهيدرات بتاعته. فالرز علشان يبقى مفلفل معاكي وحبات الرز تبقى لها شخصيتها، حبات الرز المصري بالذات، بعد ما تغسليه يا ست الكل، يا امي، يا خالتي، يا عمتي، لازم تصفيه من الميه وتخليه على جنب، تصفيه كويس. حلو الكلام. عينيه. الرز كده تمام زي الفل. قلبته مع الخضار، فلفلته مع الخضار، فلفلته مع زيت الزيتون، فلفلته مع التوابل. ونرجع لسر الاكله بتاعتي، الشوربه. فاكرينها؟ الراس بتاعه السمك مع ديل السمكه، كل ده بيغلي مع بعضه على نار اهو. ده المطبخ. هنسقط الشوربه عليهم. اللهم صل على النبي. يا ويل يا ويل يا ويل. قول الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها مخرجنا. احط ميه لغايه امتى؟ لغايه الله عليك، الله عليك. انا مش عايز بعد ما تتفرجوا على الشيف المغازي واكله ام على القناه الاولى، للامانه يعني مع الوقت ده والسنين ديت، خلاص شيلي ايدك من عيار الرز، خليه كده بالنظره، تفهميها بالنظره. مش يقول لك انا ابص لك افهمك. الرز والميه يكونوا بسوى بعض في حاله غليان، الرز تفلفل والميه بتغلي، لازم يكونوا الاثنين في حاله غليان. زي الفل. تمام. طيب بتعمل ايه يا شيف؟ طبعا الرز، عايز اقول نصيحه ومعلومه، الرز ما يتغطاش ولا توطى عليه النار الا لما يغلي وتشوفيه بيبكبك قدام الصوره اللي انت شايفاها على الشاشه دي، حضرتك دي كده. الرز غلي، هد النار عليه وقولي معايا اتقل على الرز لما يستوي. بس خلاص. هوطي على النار على الرز واقفل الحله بتاعتي ونشوف اللي بعده. تعالوا مع بعض. الرز الاخضر، ليه سميته اخضر يا مغازي؟ علشان الرز ده فيه كل حاجه من الخضره الطبيعيه اللي هي خير ارضنا، اذا كان كرفس، اذا كان بقدونس، اذا كان شبت،
اذا كان كزبره كل ده مع بعضه وبصل وتوم، وهو ده عدل الصينيه اللي انا عاملها. اه الله على الريحه الحلوه. نعم رز محشي. لا ما هو الكرفس هنا فيصل في الموضوع، خلي بالك الكرفس هنا خده على السمك. الله عليك. وبعدين انا مش مكتر شبت. الله اللهم صل على النبي. عينيا. باقي معانا قد ايه؟ عايزين نشوف. 7 دقايق الحمد لله. الله الله اعتبريني ان انا سمعتها 7. طيب ماشي حلو قوي تمام. تعالوا مع بعض نشوف الصوص بتاعنا اللطيف الحلو اللي هو يا عم الشيف اللي هو بتاع البيتزا فاكرينه؟ اه لا انت شايف النهارده شغال بمزاج طبعا. اه شفت الجو ده كده؟ اه الف انا وشيفه للي ياكل. هنشوف البيتزا مع بعض ان شاء الله.